صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم رح نكمل ونحكي عن القصص اللي معقولة تعملوها بالبيت، وشو معقول نكون عم نعمل اشياء ما عم تخلينا نخسر وزن. مثلا معقول كتير نكون عم نتمرن تمارين ما عم تعلي لنا دقات قلبنا، ما عم تحرق لنا طاقة كافية، لأنه أنتم بتعرفوا إذا سبور بده يكون عم بيساعدنا لنخسر وزن، لازم على القليل السيشن تكون عم تحرق لنا كالوريز، على القليل 500 كالوري خلال السيشن، لنقدر نحقق هالنتيجة بدنا نكون عم نمرن كذا عضلة مع بعض، وبدنا نختار العضلات الكبيرة، وطبعاً إذا كان عندنا ريزيستنس، يعني مثل ما شايفين هلا معي ريزيستنس باند، بيكون أفضل أنه نحن عم نزيد الانتنسيتي أو عم نزيد قوة التمرين، رح يساعدنا هذا الموضوع أنه نخسر كالوريز أو وحدات حرارية أكثر، وبهالطريقة بنقدر نستفيد من تمريننا ونضعف. وكمان أكيد بنكون عم نقوى ما في شك، لأنه تمرين دايما بقوينا بحافظ لنا على المسل ماس، وبنفس الوقت بيكون عم يحرق لنا من طاقتنا. رح كون عم بشتغل بهيدي الإلاستيك باند، كتير هين يكون عنا إلاستيك باند بالبيت. رح كون عم بشتغل تمرينين او ثلاث تمارين اوقات بنفس الوقت، فرح كون عم بشتغل تمرين السكوات مع البايسبس كيرل، وحزيد عليها ترايسبس اكستنشن لورا بهالشكل، رح زيح بهالطريقه لتشوفوا الاكسرسايز. رح اشتغل فاذا ثلاث اكسرسايزز مع بعض، سكوات اكستنشن، رح كون عم بشتغل سكوات كيرل اكستنشن مع بعض، رح كمل بنزل بعمل بايسبس كيرل بطلع اكستنشن وبريح، كمان بنزل بايسبس كيرل اكستنشن. باخذ وقت لاتعود على الاكسرسايز يصير جسمي كوردينيتد، برجع بسرع شوي بالتمرين كيرل اكستند اكستند. كمان بنزل، اذا كانت صعبه علي فيني اشتغل 1 2 اكستند اكستند وبطلع، بنزل فيني اعملهم مع بعض، بنزل بطلع اسرع. بعمل هذا التمرين 15 ريبيتيشن اذا بدي او اكثر شوي، فيني اوصل لل 20. بعد مرتين مره بايسبس كيرل اكستنشن بريح، 1 مور كيرل اكستند وبريح. بنتقل لتمرين ثاني اللي كمان رح كون عم بجمع تمرينين مع بعض، رح كون عم بشتغل لانجز مع لاترال ريز. رح رجع اجري بهالشكل، حانزل نفس الوقت انا وعم بنزل رح اطلع بايدي، كمان بنزل. فيني ما يكون عندي الاستيك باند كون عم بشتغل اكسرسايزز باناني مي بدل الاستيك باند او بدمبلز، اكيد دائما رقبتي ما بقربها لقدام، خليها مرتاحه، ايدي على حدود كتفي، كمان بعد مرتين اخر مره بتريح شوي، تاخذ نفس، منتقل للاجر الثانيه، اكيد بشغل the other side، اجري بهالشكل بعيده، دائما برجع رقبتي على حدود كتفي، بتأكد انه الالاستيك باند بهالشكل قد بعض، ورح انزل داون مع ايدي، كمان نفس الوقت عم بشتغل تو اكسرسايزز، اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، بعد اثنين اخر مره وبريح. فيني يكون عملت كل اكسرسايز منهم ثلاثة سات، وفيني يكون عم بشتغل اكسرسايزز كلهم ورا بعض وعيد جولات لثلاث مرات او اربع مرات. ريح شوي، بنتقل لاكسرسايز كمان رح كون عم بشتغل رو بهالطريقة، بس رح اجمعه مع السكوات، رح اعمل سكوات تاب باك رو، كمان لورا رو داون لورا رو، كمان خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، بعد مرتين
روح آخر مرة and روح. أكيد بدي أغير رجلها، حكون عم بشتغل نفس الإكسرسايز. شوفوا الرو كيف عم تمرق إيدي من حد خصري على الآخر، حكون عم بشتغل سكوات تاب باك رو على الآخر لورا رو. شوي شوي فينا أعمل الديبر سكوات مع الوقت. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة رو عشرة آخر مرة داون تاب وبسحب. ثلاثة اكسرسايزز بس كومبينيشن لكثير من العضلات اللي مرناها، بتحرق لنا كثير كالوريز وبفيدنا. هيدي اكيد بتفيدنا هيدي الطريقه من التمرين. تابعوا هيدي الطريقه لتقدروا تخسروا وزن وتحرقوا كالوريز اكثر خلال تمرينكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هيدا الاكسرسايز سيشن. بشوفكم انا بكره بتمارين جديده، بنرجع لعند ساشا.